من الأسئلة التي وردت يقول السائل يا شيخ ما علاج قسوة القلب؟ فأنا أحس بقسوة قلبي وخصوصا بأنني لا أتأثر يا شيخ بالمواعظ والنصائح. عليك بتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله عز وجل، واسأل ربك أن يلين قلبك لذكره وللقرآن. اسأل ربك ولا تقنط ولا تكثر من اللهو، لا تكثر من اللهو ومتابعة القنوات والفضائيات لأنها تقسي القلب وتغفل القلب. نعم.